وإن شاء الله مول الخير ديال الخير، مول الخير ديال الخير. خليك دابا هو عطانا الكونيكسيون. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من مكناس، وبالضبط من حي سيدي بابا اللي كنتواجدوا فيه رفقه هذه الاسره مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. طراح بفران تقليدي مريض بالقلب، محتاج فقط غير 2,250,000 درهم باش يكمل الدواء ديالو، العلاج ديال القلب، بسبب مشاكل في الصمامات والمركب ديال فاس اللي دار فيه العمليه، حزوا لي على الملف الطبي بدون وجه حقه. هاد السيد كيقول لك كان تقطع عرق بعرق، وحتى رجليا راه منفوخين، وكان خرج بعض المرات يعني كيخرج منه افرازات ديال الدم كيخرج منه، وحتى العيد مشاهدينا ما لقى باش يشريه لولادو، فالله يكون معاه. كما قلت لكم اليوم هو كيقول لك انا ما بقيت باغي لا عيد لا حتى شي حاجه، انا باغي غير صحيحتي تبقى ليا وترجع ليا صحتي. هاد السيد الان عايش بآله مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، واللي دابا حنا جالسين معاه وكنسمعوا ديك الصوت ديالها كنسمعوه وحنا جالسين بالجانب ديالو. غادي نخليكم معاه مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، هو اللي غيعاود لنا تفاصيل هاد القصه ديالو وهاد الظروف اللي اليوم القراصو يعني ما كانش داير بحسابها، بدون سابق انذار كما كنقولوا، ما كانش مريض، طيحه فجائيه حتى القراصو حياته كامله تقلبات. غادي نخليكم مع الشريف هو اللي غادي يقول لنا شنو واقع عليه. تفضل سيدي. كنت هبطنا سيدي، هبطنا لفاس. ايه هبطنا ضايفين. شحال دابا؟ شهر واحد. شهر واحد. هبطنا لفاس ضايفين. هاد شهر واحد اللي فات. اللي فات جا قبل من رمضان. قبل من رمضان. هبطنا ضايفين، خرجت لبرا. تميز غادي بحال هكا كنهول على الطوله ديالي، لا اللي يعرفو ما جاتك سخانه قبل ما جاب كبر. نعم كمل سيدي كمل. كنعتذروا على الانقطاعات المتكرره مشاهدينا لانه الكونيكسيون شويه ضعيفه، بحال ما قدرناش نخرجوا الشريف على برا لانه صحيحته على قد الحال. نعم سيدي. بحال اللي جيتي وضربتيني هنا بموش. الله صافي يلاه طحت هكا طحت هكا، هزوني في الطاكسي. نقصي صافي ما كنقفلش، هزوني هزوني للكلينيك ديالي. وهاد الحالة ما عمرو وقعت لك؟ لا والو ما عمرو وقعت لك. شحال متخدم في الفران؟ دابا راه شي غاليين شي 38 عام. 38 عام؟ 53. وانت مقابل بيت النار؟ 53 عام. نعم؟ قول هذاك ولد 12 عام ولا 14 عام راني في الفران. ولد 12 عام؟ 12 عام 14 هكاك راني في الفران. ما خليتي ما خدمتش فرناتي الفران؟ خليت ما خدمتش الفران، غير الفران ما كاين لا فرناتي لا هي الفران. هي الفران. هي العافيه، هي الخبز. مسكين. هي الخبز، وغير الليل. كاين بعض المرات اللي كتجيبك غير بالليل. انت كتخدم في الخبز ديال السوق؟ ديال السوق. هو الشهف باش داو في الكلينيك ولا فين داو؟ داوني للكلينيك، شافتني الطبيبه بحال هكا قالت لهم غير هزوه ديوه. هذا ما عندوش المعالجه ديالو هنا. هي مسكينه اللي عيطت لها بيلانس وخلصتها من جيبها، قالت لهم يديوه باش ما يموتليش انا. هذه حالتك كانت خطيره. حالي حاله صعيبه. داوني للانعاش، طلعوني للانعاش صافي تما ما عقلتش على راسي واش راني في الطبيب ولا ماشي في الطبيب. شي ثلاث ايام ولا اربع ايام عاد ضربتني الطير. الشريف بالميكرو باش ما يبقاش الصوت يلعب. ضربتني شي الميكرو فيكس بحال هكا. ضربتني شي ثلاث ايام ولا اكثر وانا في ذاك في ذاك المنعش الانعاش نعس وما فاطنش براسي. شحال انت في الانعاش؟ 18 يوم. الله اكبر. 18 جوات 18 مغيب 18 يوم انا في الانعاش. المركب فاز. بالمركب. من بعد 18 يوم هزوني لبلاصه العمليه. خاص العمليه؟ للصمامات صافي مشاو. صافي الصمامات مشاو. ما بقاوش كيديروا كاع؟ لا والو. الله اكبر. الصمامات باربعه ماشي وحده ولا ممكن انه تكون غادي بدون كذا صافي هي تهوتني شاف. وهذه راه كانت ممكن تكون سكته قلبيه. وراه سكته قلبيه راه فجاتني نوبه، جاتني واحد المره النوبه هنا بثلاث فحول. الصباح على الخدمة عاودوا شدتني داك الدوخة، قلت راه نجلس الأرض. وراه هي هذيك البيت
مشيتيش كتقلب؟ ومشيت للطبيب باش هذه الدواء. مشيت للطبيب قال لي يا ودي دوز مقيوسه. قلت انا يبغي الصمامه مقيوسه، كانت غير وحده. دابا ما عندي ما نمشي ندير غير الصمامه مقيوسه وسمحتي فيها، وباش غادي ندير؟ يلا وخذي شي زعما على على الامو ما خرجتو عليه المؤشر باش صافي يخليك. المؤشر طلع حتى كان طالع سيتي باش انا ما مشيتش. باش هزوني لقينا شويه عليك. شوف عمي شويه نعم سيدي، وهبطوني للعملية. هبطوني للعملية شهرين وزيادة وأنا في العملية، ما بغاوش يصيو لي النقاد القلب. كي هبطوني لك لا كي هبطوني وردوني. كيجي الطبيب كيقول لي مصال لا ردوه، كي ردوني عاود يهبطوني عاود يردوني. شي ثلاثة د المرات هبطوني وردوني، هذا ما تيت قادر بدون نقد القلب. المرة الرابعة هبطوني هبطوني ما صافي داك الشيء، هزت مع راسي شنو داروا فيا كاع. خاص العملية؟ لا خاص العملية. داروا لك العملية؟ داروا لي العملية وجبدوا لي داك الشيء اللي قال لكم قلبي، جبدوا داك الشيء في الآخر. كان كمية الدخان ديال بيت النار و وعاد الدخان ديال والدخان ديال دارو، لكن ما كنت ديك الساعه راني كنتقاطع. شحال باش قطعتي هذا الجزء باش بان؟ شحال قطعت انا غير كلشي شهرين؟ شحال كنتقاطع شي شهرين؟ وعلاش قطعتي زعما راسك ولا انت؟ صافي طلع لي الكارو في راسي قلت نحيدو كاع. يعني شد داك الحريق الا مشيت بالجهد كان خصك كتدخل، الا مشيت بالجهد كان كنرجع للرخص لانه الريزو العيا في الداخل اللهم نخرج هنايا. نعم شريف درتي العمليه بدات الامور بسلام. جميل مؤسسه علاش؟ نعم سيدي. وشنو اليوم يعني شنو يعني ملي مشيتي عندهم ما بغاوش يردوا لك الميل؟ ما بغاوش يردوا. علاش؟ شوف خلص شحال؟ 2,500,000. 2,500,000 ديال اش؟ 2,500,000 ديال الانعاش. ديال الانعاش؟ ديال الانعاش. نعم سمحوا لنا على هذا، كنعتذروا على هذه المقاطعات المتكرره مشاهدينا. كمل يا ريت تخلص الا بغيتي دير التلفازه. قلت لهم انا ما عنديش باش نخلص. شنو تبقى خاصك؟ التلفازه وشنو خاصك؟ التلفازه والتحاليل ديال الكبده والمراره. يعني الماكينه عندها الاسوان ديالها. خصها حتى هي الدواء باش تغسل. كيفاش؟ حتى هي خصها سميتها. نعم سيدي كمل. سيارة عاطيني اللي قلت. نعم كم سيد؟ نعم كيف تخشيك تخلص؟ إذا ما خلصتك ما غادي تحالي. لا 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 تحاليل لا تحاجة ما غادي تشغل. كم تلاد الوضع ده؟ ده بعد راه شهرين وسر شهرين وزيادة. شهرين وزيادة شهرين ولا تحاليل ولا دولة ولا نعم عمي ما كاين لا دواء لا والو. كتجي عند لاباراي تما كنسمعوها كتكسك. الو ما كاين لا المعالج ديال الدواء لا والو دابا غير. وكيفاش هاد المسألة ديال ياخذوا لك الدوسي ديالك؟ كيفاش؟ ما فهمتش. خاصك تخلص. شنو مشيتي بغيتي دير التلفازة ضروري خاصك. نعم شنو تطلب اليوم من المغرب؟ كنطلب من المغرب غير نتعالج. غير نتعالج غير بصحتي. كنطلب شي حاجة. كنطلب من الشعب وسيدنا. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كما كتابعوا معنا دائما هنا وعلى المباشر، الحالة ديال هذا السيد هذا اللي كان خدام فران تقليدي، واليوم من بعد ما مشى يعني وجاته أزمة يعني اللي كانت قلبية خطيرة واللي كانت ممكن تودي بالحياة ديالو، مشى للمركب باش يتلقى العلاجات. من بعد ما من يعني قاموا بالإجراءات كاملة داروا لي العملية، تم الزرع ديال الاله اللي الان يعني اصطناعيه اللي كتعمل مقام الصمامات الطبيعيه واللي كنسمعوها الان نيت حنا بالقرب منه كنسمعوها، واللي يعني هذه عمليه الزرع اللي استقات بنجاح، واللي يعني كما كيقول هو ان العمليه طالعه ب 14 مليون تقريبا. مشى للصندوق كيتفاجئ بانهم كيطالبوه بانه يؤدي 2,250,000 درهم، مع العلم ان هذا السيد من الناس اللي مسجلين في لامو، عنده لامو تضامن، ياك سيدي؟
عنده لامون تضامن. هذا الشيء اللي كيقول انه من خلاله تم المنع ديالو من حقه في العلاج واتمام يعني كما كنقولوا المسار ديال العمليه، لانه باقى مجموعه ديال الاجراءات اللي خصو يديرها، تلفازه، تحاليل، واتمام يعني العلاج ديالو. اليوم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، هذا السيد واقف على 2,250,000 درهم. هاد 2,250,000 درهم لاحتو في هاد الدار لمده شهرين وهو على هاد الحال هذا. شوفوا وضعيه ديال رجليه كيفاش ولاو الان، كل نهار كيزيد كيتنفخ ياك سيدي. هاد النفخ دابا كله ديما معاك، هادو ماشي رجلين طبيعيين، هادشي ماشي طبيعي. هادشي ماشي طبيعي. زيد على ذلك انه هاد السيد كيولى كيتقيا الدم مره مره، فالحاله الصحيه ديالو لانه جالس لا علاج له لا دواء لا والو، ما عندك حتى حاجه. صافي خلص، كمل لي كيفاش 250 جوج المليون و 250 درهم. جوج ديال المليون و 250 درهم. ما عنديش. قالت لي كذا، قلت لها راه ما عنديش انا. هي اش قالت لك؟ قالت لي واش مني كتبغيو تعالجوا كتجيو. ايوه. ومني كنطلبوا لكم الفلوس كتقولوا ما عندناش. اه. مني كتبغيو تعالجوا كتجيو. اه. ومني كتقول لكم الفلوس كتقول لنا ما عندناش. دوز فيها انا، قلت لها واش انت اللي باني هذه المؤسسه باش تقولي لي الهضره؟ الهضره ما كتقوليها لي غير انا بوحدي. قدام المعلم. قدام العالم. انت طالع من العالم. والجمهور هاك، وانا يلا عاد خارج من العمليه. سكين. قهرتني. ما قبلتيهاش. قهرتني بداك الهضره. هي هذيك من شفت راسي غادي نبقى نزايد معها انا وياها، غنصدق داير شي كارثه في راسي ولا هذا. سمحت فيها وجدت بحالاتي. صافي قلت له صافي الله يعاونك. جيتي بحال. صافي. لدابا. لدابا. كنبقى نتلهج انا وياها. راه خاصك تعالج، راه خاصك يعرفوا الماكينه واش خدامه ولا ما خدامه. باش غتعالج؟ هاي باش غتعالج؟ خاصك تخلص. بالك الا ما خلصتيش في بلايص اخرين ومسلمتيش في جهه اخرى. بالك الا ما خلصتيش ما غتعالجش في بلاصه. وهاد 2 مليون و 250 درهم علاش ما دخلتش في لامو؟ هذيك كان عندي المؤشر طالع. انا كنت مازال ما نعم هذيك الاخره. انا باش دخلت للانعاش ما كانش عندي، كانت عندي امو، كانت عندي امو والمؤشر طالع. وفي الاخر باش درت امو التضامن حتى العمليه الاخر حتى الاخر عاد فاش درت العمليه عاد درت امو ديال التضامن. عاد دخلتي لذاك السيستم. عاد دخلت للعمليه. عاد في العمليه. ايوه. دابا هذاك 2,250,000 درهم ديالك. نعم سيدي. شحال الليله؟ 32. هذه ديال الانعاش. ديال الانعاش. مده 18 يوم. 18 يوم. حسبوا فيها 2,250,000 درهم. حتى دابا ما دابا خاصك دابا غير 2,250,000 درهم هي الاسهم. هذيك هي. فكرتي دابا لا فعلا. نعم سيدي كمل. 32,000 الليله. 32,000. دابا ما خلصتيهاش. ما خلصتهاش. كما قلتي ما كتفكر دابا حتى بشي حاجه. ما كنفكر حتى في حاجه. لا عيدي. لا والو. يا ربي تبقى الصحة. صافي. كنطلب غير صحتي. شنو كطلب لهم من المغاربة؟ كنطلب من المغاربة يعاونوني إلا كانوا، إلا كان في قلبهم شي رحمة. هذا الشيء اللي كنطلب منهم. كنطلب منهم يعاونوني. شنو مثلا؟ شنو بغيتي منهم؟ كنطلب من يخلصوا لي غير يجمعوا لي غير هذه الفلوس، يخلصوا لي غير هذه العملية. اللي يعطيوها لي شنو هي تخلصوها بيديها. شنو يخلصوها في الصندوق؟ شنو يخلصوها في الملف ديالك دابا حتى فين هو؟ في المركب. في المركب. في المركب. في المركب. في الصندوق كما قلت. في الصندوق. دابا غترجع ارى فلان 2,250,000 درهم دخل نديرو لك دابا التلفاز. صافي هذاك الشيء اللي كاين. وديك التلفازه اللي غديرو التحاليل كلشي داخل في الامر. كلشي داخل في الامر. دابا انت معلقاك غير هاد 2,250,000. معلقه لي غير هذيك دابا هذيك. شحال دابا انت دابا هنا؟ دابا التلفازه وداك الشيء معلقه لي في الامر وهذيك دايره فابور. دابا هما حبسوا لي هاكا غير على حساب، غير على حساب هاد على حساب الخلاص 2 مليون. تخلص 2 مليون غدا. أييه دخلت تعالج. ما خلصتيش؟ ما خلصتيش بقيت موت. وأنت دابا شحال أنت كتموت؟ أنا ميت وأنا حي. وأنا مقعد هنا راني ميت دابا ميت. اللي كيمشي ويجلس ما ميتش. لا إله إلا الله الحمد لله على كل حال. الحمد لله. اللهم لك الحمد لله. الحمد لله. شنو رسالتك الأخيرة اليوم وشنو كتطلب من المغاربة؟ كنطلب من الشعب يعاونوني. وسيدنا الله ينصر سيدنا يعاونوني، لا يعاونوني يعاونوني في صحتي، انا ما كنطلب حتى حاجه، يعاونوني في الصحه ديالي.
الله يدير الخير. الله يدير الخير. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كنتمنوا التفاعل الايجابي ديال الاداره ديال المركب كذلك مع النداء ديال هذا السيد، ونشوفوا الجانب الاجتماعي ديال هذه الحاله اللي اليوم هذا السيد راه ديجا هو في الامو تضامن. هي كانت عنده مشاكل قبل انه يدخل يتحسب ليه ذاك الانعاش، لكن اليوم ها هي اليوم شهرين وهذا السيد مرمي هنا في هذا البيت حتى الريزو ما فيهش. الا ما بقاش الباب محلول بحال هكا هذا السيد ممكن يتخنق، زيد على ذلك انه عنده الفدق فالفتق مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. فكنتمناو التدخل العاجل للجهات المسؤوله والجهات المعنيه، لانه هذه الصحه ديالو كيبقى في الاول وفي الاخير حقه الدستوري وحقه القانوني انه ياخذ الرعايه الصحيه. والحمد لله كنشوفوا ملك البلاد الله ينصره والله يحفظه لنا في اطار المبادره ديالو الملكيه اللي كانت يعني مبادره ديال التغطيه الاجتماعيه، واللي هذه هي الفئه الحقيقيه وهذه هي الفئه المستهدفه منها، واللي على قبلها سيدنا يعني استثمر اموال ودار برنامج اللي ماشي سهل، برنامج اللي كنشوفوا اليوم. كنتمنوا انه المكلفين والمسؤولين على التنزيل ديالو انهم يوصلوا عند هذه الفئات هذه، ومنها هذه الحاله اللي امامنا، واللي كما كيقول هو انه استفاد من 11 مليون تقريبا ديال الاعفاء من العمليه، وبقات 2 مليون اللي هي ديال الانعاش اليوم باقى في الذمه ديالو وحرماته من اتمام العلاج ديالو. فالرساله الى كل الجهات المعنيه كذلك الى القلوب الرحيمه المحسنين اللي كيشاهدونا، اللي بغى يفرح هذا السيد، اللي بغى يعاونه كما سمعنا الان يمشي للوبيطال ويخلص راسه ويشوف راسه وياخذ الملف، لانه الملف ديالو اليوم محجوز. حتى بغى يهز الملف ويمشي يشوف راسه عند طبيب اخر ولا يشوف مصحه اخرى ولا يشوف كذا، فهو اليوم ما يمكنش ليه، لانه الملف ما كاينش اللي غيستقبله، خصوصا العمليه خطيره ودقيقه، راه الصمامات واله راه مثبته في الجسم ديالو. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، ما تخلوش عليه العواشر هذه، نتمنى من الله انه شي واحد يفرحه. ماشي كلكم الحمد لله المغاربه، هذا معروف عليكم القلب الكبير والقلب ديال التضامن. نتمنى نفرحوا هذا السيد هذا اللي اليوم هو والزوجه ديالو والابنه المعيله الوحيده للاسره، الله يرضي عليها والله يكون معها. لكن الظروف راه رجال اليوم ثلاثه اربعه في الدار خدامين وتقهروا، ما بالك بنيه بوحدها خدامه على اسره كامله. الله يكون مع هاد الناس هادو، الله يبارك عواشرهم. مشاهدينا كنتمنى التدخل ديال القلوب الرحيمه وكذلك الجهات المسؤوله والمعنيه، وتكون مع هاد السيد هذا اللي طيب الخبز وفران التقليدي وخدم سنوات وسنوات، لكن ها هو اليوم كيشوف راسه يعني صحته قدامه كتضيع. شهرين وهو هنا اشنو كنتسناو حتى تجي اخباره حتى يقولوا راه مات. كنتمنى انه يعني الله يخليه لوليداته وما يوصلوا حتى شي مكروه، ولكن هادشي اللي العمليه اللي داير عمليه دقيقه وخاصها العنايه وخاصها المراقبه. شهرين هو جالس هنا ما شافه حتى شي طبيب، كي غادي يدير هاد السيد هذا؟ اشكركم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. اللي بغى يجي عنده هاد السيد راه كاين في سيدي بابا، اللي بغى يجي عنده راه الرقم موضوع، راه النمره فيها الرقم وفيها الواتساب، تواصلوا معاه ما تبخلوش عليه العواشر هذه. الله يكون معكم. كان معكم مراسل قناه منير معطاوي من مكناس، الله يدير الخير وبالشفاء العاجل عني.